السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتكم قناة من مامي فيردا. لحظة جميلة، لحظة سقوط أمطار الخير والبركة، علاش لا نشارك معكم. كتشوفوا الأشجار فرحة وجميع النباتات تبتسم، يعني سبحان الله كاع الأطربة اللي كتكون على وجه ديال الأوراق كتغسل، وانتم شوفوا ما شاء الله البريق ديال الاوراق والاشجار اللي كتكون فارغه اللي دابا بدات تستقبل الاوراق ديالها. يعني احنا في بدايه الربيع، وخا الامطار يعني بالنسبه للموسم الفلاحي معطله، ولكن الحمد لله والشكر لله ربي جاد علينا بالشتاء. وعلاش لا قلت نشارك معكم هذه اللحظه. فهاد اللحظه كان خاص يكون دعاء واستغفار، نتقربوا الله سبحانه وتعالى باش تحيد علينا هاد الغمه ويزول علينا هاد الوباء. وحنا تبارك الله صلى على النبي مقبلين على الشهر الفضيل، شهر الغفران، شهر رمضان، يعني الله يوصلنا ليه لا فاقدين ولا مفقودين. واللي عنده شي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي بعيد الله يجيبه بخير وعلى خير، واللي شي ميت الله يرحمه ويوسع عليه، واللي عنده شي مبتغى الله يوصلوا ليه، الوليدات الله ينجحهم، وكل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيمين. نتمنوا الافضل للجميع. وش نقول لكم، عجبتني الفكره وقلت علاش لا نشاركها مع اخوتي، مع اصدقاء ديالي وصديقاتي، وهذا الشيء اللي كاين. بلا ما نطول عليكم، تصنتوا انتم معايا لهذا الرنين وهذا الصوت الجميل، صوت الامطار.